تدعي لي مباراة النهارده؟ وإن شاء الله النهاردة بإذن الله يعني هي ملهاش توقعات عشان نكون صادقين يعني. ليه؟ لأن دي الكرة البرازيلية بتختلف طبعاً. هيكون ماتش صعب، أنا مش متفائل إن الأهلي يكسب، ما أتمناش إنه يخسر، بس الفريق البرازيلي كان مرشح إنه يكسب البطولة. يعني بس هيكون ماتش صعب. يعني أتوقع 2-1 للفريق البرازيلي. متوقع إيه للمباراة النهاردة؟ إن شاء الله أنا أتمنى الأهلي يفوز النهاردة، بس الأهلي هيخسر 2-1. طيب ولو فاز متوقع مين اللي ممكن يجيب اهداف؟ ممكن بواليا لو لعب، او مروان محسن. ان شاء الله الاهلي يكسب ان شاء الله ويحقق المركز الثالث وناخد البرونزيه باذن الله. انا زملكاوي على فكره. اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي. هتتفرج على الاهلي النهارده؟ ان شاء الله. طب متوقع ايه للمباراه؟ 2-1. مين اللي يجيب؟ الفريق اللي قبل الاهلي ده اسمه ايه؟ الفريق البرازيلي. الاهلي هيعمل ماتش دفاع برضو زي قدام الباير، وده المتوقع ان ده كاس عالم مش ماتش في دوري ولا ماتش في كاس، فهي النتيجه تبقى يعني على قد الامكانيات والمشي بتاعت الدوري المصري برضو مش زي البرازيل ولا اوروبا طبعا. توقع النتيجه تبقى كام؟ 2-0 فعلا، لان احنا كده احنا مركز رابع، فاحنا بنلعب النهارده على ان احنا ناخد التالت، فبنلعب واحنا مطمنين، فيعني لازم نكسب. شايف غياب كهربا ومعلول والشحات ممكن يأثر ازاي؟ هيأثر على الفريق طبعا. كهربا ومعلول طبعا الله اكبر عليهم، يعني بيلعبوا بشكل كويس، وتأثيرهم هيبقى عشان يعني هيبقى في ضغط شويه على المنافس. يعني غياب كهربا بالنسبه لي مش مؤثر، هو معلول اكتر واحد مؤثر. الشحات في الفتره اللي فاتت مش مؤدي بشكل كويس. مش هيأثر انا من وجهه نظري، مش هيأثر. انا لو نزل بيكم في اليمين مكان الشحات هينتج. مش هيأثر جامد، لان نفسيا هم بيلعبوا هم مرتاحين، فدي اهم حاجه. هيأثر على ده الاهلي شويه، بس الاهلي في لعبه حلوه يعني، تيم تقيل يعني. كهربا طبعا تغيير اساسي للمدرب وكده، ربنا يخليهم بس كده كره كده ولا كده يجيبوها جون وخلاص.